عروض الدولفين بمدينة شرم الشيخ بقت تعد واحدة من أكثر النشاطات السياحية جمالا اللي بتجذب زائري شرم الشيخ، وبيزداد الإقبال عليها في الأعياد ومع بدء الصيف بيتوافد عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات لمشاهدة عروض الدولفين بمنطقة خليج نبأ بالغرقانة. عروض الدولفين بشرم الشيخ حصلت على المركز الأول على مستوى أوروبا والشرق الأوسط. خلونا نشوف التقرير. من أهم الرحلات الترفيهية المفضلة للأجانب والمصريين الموجودين في شرم الشيخ هي عروض الدلافين. عروض الدلافين اللي بتتيح للسياح في أي عمر قضاء وقت ممتع في مشاهدة أكبر مجموعة من الحيوانات البحرية. وأولاً إحنا هنا المكان ده تقييمه في العالم الخامس على أوروبا وميدل إيست، يعني فيش حد قدامنا غير جماعة بتوع السي وولد في أمريكا. طبعاً التقييم ده جاي نتيجة الرعاية البيئية. عندنا حاجة طبعا بتاعت ربنا ان احنا في شرم الشيخ فاتحين 365 يوم في السنة نتيجة الطقس الجميل اللي عندنا. من جانب تاني الاعتناء بالكواليتي بتاعت المية، الفيدنج بتاع الدولفينز اللي هو نوع التغذية، التدريب، الجانب الطبي، التحاليل الطبية للدولفين بتتعمل له كل اسبوع، الادوية اللي بتتعمل له، الفيتامينز اللي بياخدها، فبيتعمل على اعلى مستوى في العالم. وعلى الرغم من إنها الخيار المثالي للأطفال لأنهم الفئة الأكبر المحبة لمشاهدة هذه الكائنات، إلا أن الكبار كمان بيحبوا الاقتراب من الدلافين المعروفة بذكائها واللي بتسمح ليهم بالاقتراب منها والتقاط الصور التذكارية معها. والله هو العرض حلو قوي والمدربين صراحة عاملين شغل حلو قوي والأجانب اتبسطوا قوي بالعرض، وكان في قبل الدولفين كلب البحر برضه، هو واضح أنه متعب شوية أكتر من الدولفين بس برضه كان بيستجيب لأوامر الكابتن، والبطريق برضو طلع والولاد اتصوروا معاه، طبعا كان حران يعني جايب اخره يعني، بس حلو العرض شو حلو. الدولفين كان ممتع وانا اتبسطت جدا، عجبني ان هو ده هو بيعرف ينط وعارف يحط الكوره وكان قاعد يعوم كمان. انا شفته هو بيسبح، كان كان شكله حلو وصورت وعاوز اصور معاه، وكان بينط كده هو عجبني. الالاف بيتوافدوا على مدار العام على متنزه الدلافين في شرم الشيخ للاستمتاع بالعروض اللي بتقدم فيه. تدريب الدلافين على مهارات اكثر تقدم بتشمل الغنى باصواتها الشهيره والرسم البسيط، وكمان حركات مشتركه ما بين الكائن البحري والمدرب مهمه ما كانتش سهله على الاطلاق. لفترة من الوقت ما كانش عندنا مدربين بيقوموا على تدريب الدلافين على مثل هذه المهارات، لكن دلوقتي بقى عندنا متخصصين في مسألة التدريب. فعلا المهنة دي مهنة اصلا روس، بس فكرة كلها ان هم كانوا موجودين هنا مع الدولفينز بتاعتنا، وبعدين خدنا منهم الخبرة، اكتسبنا منهم الخبرة مع التدريب مع الوقت، بس هم سابوا لنا المجال كله، وطول عمرك بتفكر وبتكتسب، هتفضل تكتسب حاجات جديدة وحركات جديدة، وانت بقى بذكائك حسب نسبة ذكائك تقدر تطور من مجالك. هو بالظبط الدولفين بيشوفك على بيشوف مخك، هو بس بيشوف نسبة ذكائك وبيتعامل بيها على الأساس ده. هو يعني ممكن يقلدك زي حركات البني آدم بالظبط، لو أنت شاورت له بإيدك يشاور لك بإيده، ولو اديته بوسة هو هيفهم البوسة دي ويديك بوسة. هي بس الفكرة كلها مع التدريب وبالتريتس بالسمك. والله حضرتك أنا يعني كنت جاي عرض في يوم من الأيام، كان أخويا شغال هنا وبتاع، فلقيت إن في مدربين روس فعجبني الدولفين نفسه، اضطريت ان انا اخش في المجال واحده واحده، اكتسبت منهم خبره، والحمد لله دلوقتي قادرين ان احنا نعلم اجيال مصريه تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما احنا مثلا نكتفي من الشغلانه، يعني الشغل نفسه ونكتفي منه،